لو انت ماشي في الشارع في ناس كتير اغلبهم سليم وشوية عيانين، اهو انت ماشي وبتكلم ده وده ومش عارف العيان من السليم. تروح المنشآت الطبية هتلاقي العكس، اغلب الموجودين عيانين والقليل سليم. ايه ده؟ يعني جمعنا العيانين في مكان واحد؟ ده ممكن اللي عنده مرض معدي ينقله لغيره، ده ممكن يعدوا المرافقين الكويسين، وممكن يعدوا اللي شغالين زي الدكاترة والتمريض والعمال. ايه ده؟ تقصد تقول ان المستشفيات ودور الرعاية اماكن موبوءة؟ وعلشان كده يظهر هنا مصطلح اسمه تبقى رايح سليم ترجع تعبان. Health Care Associated Infections، Nosocomial Infections، Hospital Associated Infections، العدوات اللي ممكن تلقطها من المستشفيات، الوحدات، المراكز الصحية. العدوى تنتقل من مريض لمريض، من مريض لمقدم الخدمة الصحية، من مقدم الخدمة الصحية للمريض. وعلشان كده لازم نحمي الآتي: المرضى، ما هو ما بقاش عيان ورايح أكشف على حباية في وشي واروح المستشفى ألقط عدوى فيروسية، واحمي المرافقين بتوع المرضى، واحمي العينات بتاعت المرضى من انها تتلوث، واحمي العاملين زي الاطباء والتمريض والعمال. وهي دي مكافحة العدوى، Infection Prevention Control. الاماكن المحترمة بتعمل لها قسم خاص بيها، IPC Department، قسم مستقل له IPC Program، متسجل كل حاجة في IPC Manual، وله Coordinator مسؤول مكافحة عدوى. هيشتغل على شوية اسس وسياسات هنطبقها في المنشآت الطبية علشان يحمي الناس دي منعا لانتقال العدوى بينهم. ده موضوع الكورس بتاعنا، وهنركز فقط على مكافحة العدوى بالمعمل، لان عندنا برضو Laboratory Associated Infections، عدوات ممكن تنتقل من المعمل. يلا بينا. انا كاخصائي معمل عايز اشتغل في امان، هنعمل شوية إجراءات عامة Standard Precautions في المعمل علشان ننفذ سياسات مكافحة العدوى. إجراءات خاصة ببيئة العمل في المعمل، وإجراءات خاصة بالعاملين في المعمل، وإجراءات خاصة بالأدوات والأجهزة في المعمل، وإجراءات خاصة بالمواد والعينات. نبتدي برقم واحد، وهي إجراءات خاصة ببيئة العمل في المعمل، ودي حاجات بديهية جدا ومنطقية جدا، زي مثلا أني أحط سلك على كل شبابيك المعمل علشان تمنع الحشرات الطائرة من دخول المعمل، لأنها ممكن تقف على العينات وتنقل الميكروبات. في المعمل حوض مخصص لغسل الأيدي، وآخر مخصص لغسل المعدات أو تفريغ نفايات سوائل. حط لي علامة خطر حيوي على أي غرفة بها عينات. المعمل كله يتنظف على الأقل مرة في اليوم بكلور، ده تنظيف روتيني. لحظة، أنظف إيه يعني؟ بص يا سيدي، الأسطح عندنا في المعمل اتنين، إما Clinical Contact Surfaces زي البنشات والأجهزة، أو Housekeeping Surfaces زي الأرضيات والحوائط. وعامة دي لها حلقة مستقلة، بلاش سجاد أو مفروشات أو ستاير في المعمل، ويفضل بلاش تحط في الاستقبال انتري او كراسي قماش، خليها دايما جلد او ستينلس ستيل، سهلة التنظيف، ويفضل كراسي منفصلة على مسافات عن بعض افضل من الكنب. بالنسبة لمواصفات ارضية المعمل فالكلام فيها كتير جدا، ممكن نعملها من دول، واعتقد المتاح عندنا السيراميك. نروح لإجراءات خاصة بالعاملين في المعمل زي الأخصائيين وموظفي الاستقبال والعمال. أول ما حد يجي يتعين عندك في المعمل لازم تعمل له Pre-Employment Assessment، تقييم لحالته إنه ما عندوش أي عدوى أو فيروسات، تحصنه بالتطعيمات ودي لها حلقة، وتعمل له فحص وتحاليل دورية لأنه أمانة في رقبتك. غسل الأيدي الهاند هايجين وفرك الأيدي الهاند راب، وده موضوع كبير له حلقة. أدوات الحماية الشخصية الـ PPEs الـ Personal Protective Equipments زي البالتو والجاون والأوفر شوز والأوفر هيد والإبرون والماسك والجوجلز والفيس شيلد، ودول لهم حلقة. الورقيات وتسجيل النتائج في غرفة منفصلة عن غرفة المعمل اللي فيها البنش والعينات، ولو صعب ممكن تفصل بينهم بحائل. ممنوع الأكل أو الشرب أو التدخين في غرفة المعمل أو غرفة السحب تماما تماما، لازم
فريق المعمل يتطعم، وده له حلقة. بلغ مدير المعمل فورا لو حصل اي اصابة زي دم او سوائل جت عليك، او حصل انسكاب دموي، او اتشكيت بابرة، او عيان كحف وشك. نروح لإجراءات خاصة بالأدوات في المعمل زي الأجهزة. في اللي ليها بروتوكول تطهير واللي ليها بروتوكول تعقيم، لأنها ممكن تكون هي مصدر انتقال العدوى. وأشهرهم البي أس سي، بيولوجيكالي سيفتي كابينت، كابينة الأمان الحيوي. وأخيرا إجراءات خاصة بالمواد المستخدمة في المعمل. هنعتبر أي عينة مريض تجيلك إنها معدية وفيها كل الفيروسات والبكتيريا. أيوة، دايما بقول اتعامل مع أي عينة دم على إن فيها HIV فيروس الإيدز علشان تكون صاحي. النفايات بتاعة المعمل أنواع، وكل نوع له مكان محدد، ودي لها حلقة خاصة. كل دي سياسات بشكل عام. تعال نطبق السياسات دي على كل غرفة في المعمل. هقولك من الآخر تعمل إيه في غرفة السحب والحمام وغرفة المعمل. نروح لغرفة السحب. اولا سحب العينات لازم يكون في غرفة خاصة، مش في الاستقبال او في غرفة المعمل. خد بالك من البيشنت فلو، التراك او المسار اللي هيمشي فيه العيان، يكون متحدد هندسيا ومعروف هيدخل منين ويقعد فين. كل ده متحدد بناء على وجود الايتيمز اللي فيها عينات ممكن تحمل عدوى. يعني ما تحطش ترابيزة السحب جنب الباب واللي معدي من وراك ممكن يزقك. ترابيزة السحب قابلة وسهلة التنظيف ومقاومة للصدأ زي الستيل ستيل. كرسي سحب جلد بمخدع جلد قابل وسهل التنظيف. سرنجات استخدام واحد تتفتح فقط قبل السحب وغير منتهية الصلاحية. مسحة كحولية، لزق، تورنيكي استخدام واحد، انابيب بلاستيك محكمة الغلق معقمة، قطن معقم متبكت. يفضل غرفة السحب يكون فيها حوض غسل ايدي. اغسل ايدك بالمية والصابون الهاند هايجين، او افرك ايدك بالكحول الهاند راب قبل اي سحبة. جفف ايدك بمناديل ورقية لو هاند هايجين. البس الجلافز. التطهير بالكحول قبل السحب طبعا. بعد ما تسحب اوعى تغطي السرنجة، ولكن ارميها على طول في الشارب بوكس الخاص بيها. غطي الجرح باللزقة وخد القطنة ارميها، اوعى تسيبها للمريض لا يروح يرميها بره. عندك سلتين بغطا ذات الغلق، واحدة فيها كيس اسود لاي مخلفات غير خطر، وواحدة فيها كيس احمر للنفايات الخطر، ودي ليها حلقة مخصوص. خلصت سحب يا بطل، اقلع الجلافز واغسل ايدك ودخل العيان اللي بعده. يا ريت يكون في سبيل كيت خاصة بحجرة السحب، ياريت يكون في محلول إزالة التلوث، وهنوفر معلش أدوات الحماية الشخصية البي بي إيز المناسبة للسحب. نروح لحمام المعمل. خد بالك تويلت المعمل مصدر عدوى جدا. مقبض الباب ياريت تنظفه آخر كل يوم بمحلول إزالة التلوث قبل ما تقفل، بحيث يفضل نظيف تماما. حوض المعمل دايما نظيف، وجنبه ديتول او اي منظف، بلاش صابون لان الصابون ممكن ينقل عدوى. خليه دايما سايل في العلبة اللي بتضغط على الزرار تنزل دي. بلاش فوط قماش لانها كارثة، خليها مناديل ورقية. ياريت العاملة تدخل بعد كل حالة تشيك على نظافة الحمام. حنفية الحوض نظفها باستمرار، وفي فكرة انك تخليها حنفية بسنسور اللي هو اللي يحط ايده تحتها تفتح لمدة ثواني معينة وتقفل اوتوماتيك. الباسكت في الحمام بغطا وفيها كيس اسود لمخلفات الاستخدام الشخصي. ننتقل لغرفة المعمل نفسها. يجب ان تصمم بـ Engineering Control، يعني التصميم الهندسي بتاعها يكون مطابق لسياسات مكافحة العدوى. نراعي فيها النيجاتيف بريشر، اتجاهات الهواء. وعلشان كده بنقول ممنوع المراوح في المعمل، ولو في تكييف خد بالك من مكانه فين واتجاه الهواء بتاعه لفين، لان طيارات الهواء ممكن تنقل عدوى. البي اس سي وموقعها فين، ما تروحش تحطها جنب الباب. الامرجنسي شاور ده علشان لو لا قدر الله ولعت، موقعه فين؟ والبنشات وتصميمها، كل ده شغل لاب ديزاين لازم يوافق معايير مكافحة العدوى. لكن هنركز طبعا على مصطلح اسمه GLP Good Laboratory Practices، زي انسى بقى المصة الزجاجية دي وخلينا في الاوتوماتيك. مفيش اكل ولا حتى البان، مفيش شرب ولا حتى قهوة. تلاجة المعمل ما تحطش فيها اكل وشرب. الفريزر ما تحطش فيه الفرخة او السمك.
لازم تستخدم كباين الامان الحيوي في معامل المايكرو. اوعى تشتغل المايكرو على البنش. الاسطح اللي بتشتغل عليها او عليها عينات المرضى تكون قابلة وسهلة التنظيف ولا تنفذ السوائل، ولها مواصفة دولية طبعا زي الرخام والايبوكسي وغيرهم، والرفوف والادراج تكون الموتال او ايبوكسي او كلادنج مش خشب. الاسطح دي تكون مقاومة للصدأ وللتآكل من الاحماض والقلويات والمذيبات. المعمل طبعا يكون فيه سبيل كيت، حقيبة انسكابات ودي لها حلقة مخصوص. جهاز السنتريفيوج له غطاء محكم مش بيتفتح أثناء تشغيله، والأنابيب اللي هتتفصل جواه تكون مغلقة. نفايات المعمل أنواع ولها تعامل خاص. ممنوع دخول المرضى داخل غرفة المعمل، فقط المصرح لهم بالدخول بس. خلاص يا سيدي، حلقة مهمة قوي بإذن الله تحميك وتحمي عيلتك وتحمي مرضاك وعينتهم وتحمي المجتمع. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة لو مش مشترك، وتابع الحلقات اللي جاية. هندخل في شغل المحترفين بقى. سلام.